بعده عايش. شكرا. بعده عايش. لا ماجد. ماجد. لا. 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 Bueno. عايش. ماجد. أنا كتير كتير بحبك. أنا بموت بعيونك. ناريمان. كله بسببي. مين اللي بعت الفيديو عمو؟ مين بعته؟ أنس بيك؟ أنس مين بيكون وليش لحتى يخطفه؟ يكتر خيركم. طيبة قهوتكم. أنا صار لازم أمشي. شو صاير عليكي زهرة؟ عادي لسه ما نطقنا بكلمة. مدام زيارتك قصيرة ليش اجيتي؟ من الملل. بس يا ريتني ما اجيت. ايه بلا. شوفي إذا رح تضلي قالبة خلقتك ما حدا جابرك تعدي. اسمعيني نوران، خلقي طالع بقى لا تتجفصي معي مو ناقصني. الأولاد غلطوا مع بعض يعني ومشي الحال. إذا في حدا لازم ينقهر أنا مو أنتي حبيبتي. صارت معي كل هالمشاكل ما لي خلق أني جامل. فهمنا. روقي لكن زهرة. خير شو صاير؟ بدي أدخل على الحبس. أنتي شو عم تحكي؟ شو عملتي؟ شو الموضوع؟ وصلت للمخافر يا نوران. لك ليش؟ هدى المغضوبة شديت شعره ونتفته. مسحت فيها الأرض بالطريق، ما تركت فيها عظمة تعتب علي، ضربتها ضربات بتوجع. أخ أخ أخ. حرام إشمت بالناس، بس هي بتستاهل طبعاً. أنا هيك قلت كمان. راحت فزت بالمخفر، وراحت زتني بالحبوس كمان. ما بعرف شو بدي أعمل بعد هالعمر يا نورا. طولي بالك كرمالي يا عمري، أنت كل حياتك بتصبري على همومك. زهرة؟ هي كمان ضربتك؟ الله يكسر إيديها. أنا برأيي ماجد معصب مني لهيك متخبي. إحساسي عم يقلي رح يرجع، بس وقتها بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. إذا كان إحساسي مزبوط. أوف. يا الله شو بدي أعمل؟ انصحيني. فخرية سمعتي شو عم قول؟ أنا مو معك ناريمان. بدي أقول لك شي بس ركزي معي. عم تفهمي؟ عاصي امبارح كان عم يقول على التليفون وسمعته بدون ما ينتبه. أول دفعة من المصاري بعتها، الدفعة الثانية ببعتلكن إياها بأقرب وقت. طيب
القصة منتهية؟ طبعا ما حانسى حصتك، ما تاكل هم. السيارة بتخلوها عندكم لفترة. وامبارح جهاد لما اجا ياخذني على البيت، تذكرتي وقتها اللي قاله؟ عاصي مو مبين اليوم، وباخر مرة حكيته كان عم يحكي بطريقة غريبة، يعني الأمور متوترة، بركي اتصل فيكي عم قول. اتصل؟ قصدك عاصي الشرطة أخذته لأنه أخذه لماجد، هيك بدك تقولي؟ مو قصدي تماماً إنه هيك قول. ناريمان وقفي، استنيني. ناريمان ناريمان وقفي شوي، هلأ بالمخفر ما رح يخلوكي تشوفي عاصي. شو؟ عاصي أخذوه على المخفر؟ ما فيكي مخفخرية؟ شفتي نوران، اتهموا الولد وأخذوه على المخفر بسببي أنا. شوفي نوران، أخذوا عاصي على المخفر بسببي لأنه أنا ضربت هدى. لك أنت روحي. مالك علاقة خالتي زهرة، أخذوه لأنه خطف ماجد. مين اللي قال لك أنت؟ زهرة، خالتي زهرة، زهرة، خالتي زهرة، روقي، خالتي زهرة، روقي، طولي بالي ابني. خالتي يا روح أمك ماجد. لازم نسلم هالفيديو للشرطة، بركي بيقدروا من خلاله يحددوا مكان ماجد هلأ. أنس مكانه مبين، بعرف ليش هيك عمل. شو بده هذا من ماجد ليخطفه؟ كريم بيك ممكن تحكي بقى لو سمحت؟ احكي كريم بيك. بده 10 مليون دولار، بده يحصل دينه مني، ابني خطفوه مشان المصاري. يلعن حظي انا ما بقدر دبر له المبلغ. بدي رقم تليفونه لأنس. ماجد ما في أخبار عنه؟ مرحبا، أهلا وسهلا. إذا حبيبك القديم بيقول رح نقدر نعرف مكانه لماجد. آخر مرة حكيته كان رايح يشوفك بالحارة، ولاقوا موبايله بمكان قريب على بيتكم. بركي وقع منه يلي خطفوا، ضربوا على راسه بقوة وسحبوا شوي ليطلعوا على السيارة. ناريمان عاصي كيف شخصيته؟ يعني هو حدا ممكن يعمل هالعملة؟ قديش قدرتوا تدبروا من المبلغ؟ لا بعد بدنا، ما بكفي، ما فيني استنى اسبوع كامل. طيب اللي قديش فيك تجيب لي مصاري من هلأ للمسانوري؟ شو 3 مليون؟ ما بيقدي، شكراً بشوف. رضوان بيك طمني، دبرت المصاري؟ لا هالمبلغ ما بيكفيني. لك ما قلت لك إنه هالمصاري لازم اليوم يتأمنوا؟ طيب ماشي، شو بتنصحني؟ ايه بحق لي وقع طبعا. معقول ارهن الشركة للبنك مقابل 10 مليون دولار رضوان بيك؟ انت اكيد عم تمزح معي. ارجي اغلو شركتهم مستحيل انه تنحط بالرهن. نيفين شو عم يصير بالشركة وانا ما بعرفه؟ بدك تحكي لي هلا، فهمتي؟ كريم بيك مديون بمبلغ لشخص وليسدد له الدين، انخطف ماجد، وأنا عم حاول دبر المصاري مشان أنقذه لماجد منه. مشان هيك لا تلهيني لأنه ما عندي وقت ضيعه. مشكلته أن يصطفله، بعدين أنت ما بتعني لماجد أي شيء، ما دخلنا، لأصح لا تدخلي فيهم.
بعدي عنن مشاكلهم وبيعرفوا يحلوها. ماجد أكيد رح يتعرض للأذى لهيك مرعوبة. كأنه نسيتي أنا كرماله شو فيني ساوي أمي؟ كنت مستعدة ضحي بحياتي هيك برتاح؟ نيفين رح ترجعي وتندمي بسببه صدقيني. أي ما بيهمني لأني بحبه. ألو، شو دبرت المبلغ؟ بدي إياهم كاملين اليوم، هيك أنا قلتلكن. بنتك رح تجنني، شوف لك حل معي يا أما أنا بتصرف. لسه عم تلحق ماجد معقول؟ حاجت لي اهدي بقى. شو في يا ترى؟ شو قلت؟ هاي المحالة في مشكلة بظن معها. طيب شكراً لك، عرفت. أنس بيك؟ معك نيفين ديمرخان. ماجد أرجي أغلو بيكون خطيبي. مصاري الدين كلها جاهزة معي. إيه 10 مليون دولار. تمام. إلي وين بشوفك؟ وبعدين؟ نعم يا ليلى. ألو ناريمان، بدي خبرك شي كتير مهم. ماجد أرجي أغلو مختفي. أنا هلأ سمعت هالشي. عندي علم بهاي الأخبار. يسلم. نيفين خانم كما كيف بتعمل هالعملة عاصي؟ وانت كيف بتصدقي هالحكي؟ عاصي، عاصي، ماجد وينه؟ إجا هذا اليوم. هذا أحلى يوم ماجد. لا لا
المصاري تدبروا. ماجد بده يرجع. نشكر الله. الحمد لله يا ربي. نيفين يا عمري، ما بنسالك هالشي. شكرا لك من كل قلبي نيفين. أنا برأيي روحوا على البيت، لا تستنوا على الفاضي. بإيدي أنا بدي رجع لكم يا المثل عندكم. نيفين شكرا بنتي، ما رح أنسى تعبك كرمالنا. لماجد أريج غيمة ومرقت. لا تخافي حبيبتي، طمني، ماجد رح يرجع. شلون يا ربي؟ شلون؟ اللي كريم شلون رح ينفذ منا؟ ما ضل شيء إلا ما صار معه بسبب تقصيرك وإهمالك. ليك وضعنا لأسوأ. هلأ بده يكون مديون لنيفين حياته كلها وعمره كله. مو وقت هالكلام هلأ يا أريش. الحق معك ماجد. ماجد لما يرجع بخير وسلامة بده يقلك نفس الحكي اللي عم بحكي هلأ. عاصي قولي على أمتي رح يحطوه بالحبس. لا تحكي هالحكي زهرة، لسه ما بين شي بنوم. بدي روح على المخفر اتركوني. روقي يا زهرة عدي. ما عم بفهم ليش حتى يخطف ماجد. خلص روقي أمي مشان الله وحاش تبكي، رح يغمى عليكي هلأ ويرجع عمو فايز ويتلبك فيكي. مزبوط عم بتقول، ممنوع تطلعي من هالباب. أخي نبه علي ما خليكي تطلعي من البيت، بعدين انت قدرانه تمشي خطوه واحده عدي احسن لك. لكم شفتوا ابني قديش معتر والى الحظاته. لا تخافي طمني، هلا اخي رح يطلع لك عاصي. ميرفات اصحك تخبري اسيا باللي صار اليوم. ولا يهمك خالتي، ما عندها خبر بنوب. ايه كثير منيح. خالي شو زهرة صار؟ زهرة خلصنا بقى، اهدي روقي شوي، هدي اعصابك، روحي جيبي مي بسرعه. زهرة لا تبكي، لا تعملي هيك بحالك. يلا يا ميرفا تعي بسرعة وهاتي المي. بس زهرة هلكتي حالك، خلصنا. بس زهرة بس بس حبيبتي. عمر اسم حلو عجبك؟ طيب رح أغني لك غنية. ماشي اسمع. Sen bir küçük bulutsun. هي خالتك وصلت، رح تغني لك واحدة أحلى. جاية جاية. كيفك آسيا؟ لحالك حياتي؟ ها؟ حتنحبس امك هالكم يوم. وعد مني يلي عملتوه بامي رح حاسبكن عليه واحد واحد. انقلع من بيتنا. والله؟ شو هالجرأة هاي؟ ها؟ من مين متعلمتيها؟ ها؟ ليكون امك المجنونة معلمتك. أنا واثقة بحالي وكتير منيح. هاي اتركي هالسكينة لشوف. نقلع من هون كمان. اسمعي ولا طولان لسانك هالكم يوم. آسيا والله رح حاسبك على كل اللي سويتي معي يا بنت الشوارع. روحي الله ينتقم منك يا مجرمة.
كيف بتعمل هالعملة عاصي؟ وانت كيف بتصدقي هالحكي؟ عاصي ماجد وينه؟ ليك هون النظارة، زيارة 5 دقائق بس. شكراً لك. صار فايز بيك ابني وينه؟ بعده التحقيق مستمر زهرة خانم، لازم نصبر شوي. ابني مظلوم مو عامل شي، ليش خلوه لهلا؟ قلتي كله بسببك زهرة. لو ما كنتي انتي ما وصل ابني للمخافر واعتبروه مجرم حقير. زهرة خانم، بتمنى ما تخبصي بالحكي وتندمي عليه بعدين. خلينا نسكت احتراماً شوي للعشرة. اسكت اسكت اسكت، رح انفجر أنا فايز بيك. الله ياخدني إذا حكيت كلمة عليكن. أنا ما بنسى العشرة، بس اليوم كل شي صار مع عاصي كان من تحت راسنا ريمان، وكلكن بتعرفوا هالشي منيح. عم يخطف الناس، حلو كثير هالصيت. ليكي خالة زهرة، أنا ما قلت لعاصي روح يتخانق هو والعالم. شغلة تانية بدكن تنتبهوا لها، إنه ماجد مختفي. على القليلة هلأ الكل بيعرفوا عاصي هو وينه. خلاص حضرتك، صدقتي إنه عاصي ممكن يأذي ماجد يلي بتحبيه؟ يا عيب الشوم، انت عن جد طلعتي نسيانة عاصي وما بتعرفي؟ يا ريت ما اجيتي. بعرف انك بريء وكمان مظلوم. شكرا. شوف اوعى انت تعترف بالتهمة، أصلاً ماجد رح يظهر هلأ أو بعدين. بس أنت ليش ما وكلت محامي؟ المحامي مهم هلأ. رؤيا، أنت لا تفوتي بالقصة، تعبتك. بعدتي وراي؟ ايه، لانه بدي مساعدتك بموضوع جواد. بالنسبة لما كان ماجد عاصي لهلا عم بحققه معه، بس ما عم ينطق، ما في غير عم بيطلع بالحيط قدامه. ماجد يا جواد، انا عرفت وين مكان. وين؟ انا وانت لازم نوصل هدول لمكانه. ليش لنوصله النيفين؟ كيف يعني الخاطفين طلبوا المصاري؟ رح اتصل بالشرطة لأخبر. لا، ما بدنا نخبر الشرطة، لأنه هذا يعني خاطر بحياته. ما رح نجيب سيرة لأي مخلوق. أول شي لازم ننقذه لماجد من اللي خاطفينه.
فهمت. لوين لازم اوصل المصاري؟ بدنا نوصلهم انا وياك بدون ما حدا يدري بشي. لوين حنروح نيفين؟ سلام. ماجد بيك، أنا كنت حابب أتعرف عليك بظروف مختلفة تماماً. خسارة. بس والدك ما بيفهم الظاهر بلغة البشر بنوب. إنسان عنيد. الدنيا بنظره عبارة عن غصون مزهرة متجهة لفوق. بنظر الدنيا قوة وتحدي. على قمم الجبال بخف الأكسجين، بس برأيي على قمم الأغنياء بخفوا الأصدقاء. وهيك اليأس ببلش، وبعدها بتبلش لعية النفس. ليش؟ لأنه كل ما بتطلع لتحت ببلش راسك يفتل ويتقلب يمين وشمال لحتى تتوازن بالأخير. مجد بيك بيختل التوازن فوق. وقت دريت زعلت كتير، بس بحلف لك يمين بحياة والدك لما عرفت إني ما استغربت. اسم أبوك بالسوق ما عاد له وجود بنوب. هلا أنا مجبور أسمعك؟ بس نيفين خانم مانا هيك. مرة غير شكل. لازم تكون بتحبك كتير. دبرت لي مصاري. يسلموا ايديا. كل عمري بقولها، العشق لما بيتحول لقوة سلاح خطير. وبتجي لحظة رح توجه هذا السلاح على قلبك. الإنسان على كل شيء بينجبر. ماجد بيك، انت حر من هالليلة. يعطيك العافية. الله يعافيكي. أخي كيف وضع رؤية؟ اطمني، هو منيح. أصلاً رح يعرفوا إنه بريء بالأخير وبيطلع عن قريب. أكيد منيح طبعاً، إذا بتكون مشاكله من ورا ست الحسن بيخرس. يا عاصي، ناريمان هي اللي روحت حياتك. أمي شبكت بقتي سيرتها؟ يا الله دخيلك. خلينا نقول عيونهم عمت وأدنين طرشت، رغم هيك لازم يكون عنده شوية شرف وكرامة. والله هالبنت ما رح يجي منها الخير بدون ما تستحي اتهمة عاصي إنه خطفه.
ناريمان، متخيلة هلأ إنه عاصي هو يلي خطفه؟ إيه؟ متخيلته بيعملها. ناريمان جاني وعامي على قلبها ماجد. في أخبار جديدة؟ لا. هذا عاصي شو بيكون عمل بماجد يا ربي؟ قالوا إنه بالمخفر ما عم يقول ولا كلمة، بس ضل مبحلق عيونه كل الوقت. يا ربي التوبة، شو يعني عاصي ما ضل مصيبة ما وقعت براسه هالمعتر؟ وليش ما فكر بهالحكي قبل ما يخطف ماجد؟ كان في عاقبه بطريقة تانية. لك هو جانن على الآخر، تصرفاته مو طبيعية. في غلط ما؟ يعني بيخطفوا ماجد كرمال تصفية حساب، والمتهم عاصي بيكون، بس هاي الحياة على طول ظالمة. الكبير بيبلع وبينتهم الصغير. ليلى انت شو عم تقولي؟ ما قلت شي بنوب حبيبتي، خليكي مطمنة بالك. إذا بتتذكري اليوم لما اتصلت فيكي قلتي عندك علم بكل شي وسكرتي الخط بوشي فوقه. ليلى لو سمحتي قولي شو بتعرفي. لو سمحتي ليلى. ماجد طلع اللي خاطفه زلمي. ايه مقابل يفرج عنه، بده مبلغ كتير كبير من اهله. ماجد ما ازوب نوب، بس كيف رح يدبروا المصاري؟ ساعد نيفين مشان تدفعله ويطالعوه. قلتي نيفين؟ ماجد بهمه نيفين رح يطالعوه بقى؟ ناريمان هذا خبر منيح ولا بشع؟ شو رأيك؟ والله أنتي بالوقت اللي عم تحبي ماجد على الناشف، نيفين عم بتحط ملايين الدولارات كرمال يطلع. يعني بتعرفي لو أنا محلك كنت بقعد لوحدي بزاوية ما برضى أشوف حدا من العالم. ماجد مديون لنيفين بحياته. من اليوم ورايح موضوعكن عم يصعب. كيف تصرفت على كيفها؟ انت ليش ما منعتيها؟ سليم لو انت بيطلع بايدك فعلا ليش ما رحت ومنعتها؟ يلا هلا فيك تروح على الشركه وتقلها انه ما فيها تنقذ ماجد ابن كريم ارجي اغلو المخطوف بسبب ديون ابوه بمصرياتنا. يلا. ما قالت لك قديش هو المبلغ؟ لا مو حابه اوجع راسي وانصدم. وقت شي بخصه لماجد بنتك ما بترد على مخلوق. سليم شفنا شو ساوت نيفين مشان ماجد وقت انفصلوا. حاولت تموت حالها. يعني رح تفكر بأموالك؟ عن جد ماني مصدق كريم بمساعدة بنتي عم يوفي كل ديونه؟ صار الوقت. جواد لو سمحت دير بالك على حالك. نور ما تخافي علي، خافي على أختك. نيفين كمان حتروح. نيفين بلا هبال، انتي شو حشرك بهالقصة؟ بعدين خلص اتركي رجال يحلوا هالشغلات لحالهم. طلع على لساني شعر وما اقتنعت. اه طيب خدوني كمان معكم. لا ما في تروحي نور، انتي بدك تضلي ناطرة عنا بالشركة لوقت ما خلص ماجد ورجعوا. بترجاكي لا تنزعي للطبخة. ايه ما تطلعي من الشركة قبل ما أتصل فيكي، اتفقنا نور؟ لو سمحتي. بس حبيبتي بشوفك.
نيفين، انتبهوا منيح على حالكم. طيب، والله مرعوبة نور، بس ما حارجع بدون ماجد.